أفكر بالمستقبل حتى أنا أفكاره يستقبل أنا بأفكاره وأستقبل لا دا يفلح ولا دا يقبل بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عنده كم مزبون خرقش مخبال خرقش خرقش غداك كل يوم بتحصله عندك بس لا تشلهم احسنتي احسنتي يا رحمة احسنتي بالهنا والعافية خليل مع السلامة خليل مع السلامة مع السلامة يا رحمة مامي مين انت؟ ها؟ انا يا عمي انا هذا انت ها؟ مين راح انك تراقبني ها؟ مين راح انك تراقبني ها؟ تكلم ليش تراقبني ليش؟ عمي اعطيني فرصة علشان اجاوبك عمي ايه هذي فرصتك
كيف حضرتك تتكلم؟ من راسك راقبني؟ من راسك؟ انا ما حطلب مني اني اراقبك، بس انا جيت وراك لاني خايف عليك، خايف عليك من كثر التفكير، قلت اجي وراك واساعدك. عمي اسمح لي اقول لك انك التفكير الكثير هو اللي يتعبك، انت لازم تقرر بشكل نهائي في موضوع زواجك من خالتي رضية، يا انك تتنازل عن حمدان او انك تروح تخطبها لنفسك وتنهي هذه السالفة اللي تعب راسك. هذا البيت يا بطل حلمت ان تكون رضية زوجتي وتسكن معي هنا، وفي هذا البيت قررت اليوم اني اتنازل لاخوي حمدان. لكنها يا مطر ما اريد يعرف منك ان انا كنت اريد اخطب رضية، سمعت؟ سمعتك يا عمي، قرار نهائي ما في اختيارات؟ ما في اختيارات ولا بحث في اجابتين. كان حلم جميل ومستقبل جميل، لكن يا مطر ما اريد اخسر اخوي، اخوي اللي ساعدني وفتح لي بيته، ساعدني في ظروفي ومحنتي. حمدان لو يطلب روحي يا مطر ما تغلى عليه. عمي مرهون، نعم اسميك انك ختمتها زين. يا ترى تغديت ولا لا يا خليل؟ يا ترى تعشيت يا ولدي؟ سامحني يا ولدي، سامحني. لكن هذا الشيء ما ينسكت عنه وما لازم يستمر كذا. أنا أخلي ولدي، أخليه يتبهدل وأنا موجودة؟ لا، لازم أوقفه، لازم أوقفه خليفة عند حد. إن ما راويتك نجوم الظهر ما أكون أنا ثريا بنت المر. أصبر علي. زهرة؟ لا تخافي يا بنتي، هذا أنا، لا تخافي. عمي خير؟ إيش فيه؟ خير شاب خير. أنا باغي منك خدمة يا بنتي. تفضل عمي تحت امرك. هيا ابوه تعجبيني. سميني اباش تخبريني عن خالتش ثريا وين تصير، ها، في الوقت اللي انا اكون خارج البيت، وابغى هذا الموضوع يكون بيني وبينش وبس. يعني تريدني اراقبها؟ هي بس بيني وبينش. لا 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 عمي لا، اسمح لي اسمح لي، انا ما اسوي شيء مثل هذا. يعني ايش؟ يعني انا اسفه، انا اسفه يا عمي، انا اسفه اني ارفض طلبك بصراحه. الشيء اللي ما ارضى لنفسي ما ارضى لغيري. اخبرش عجب ما حي ابوه. مرهون انت هين تروح عني؟ هين اروح عندك بعد يا اصيل؟ هين موجود؟ موجود صحيح انك موجود، لكن عقلك ما معي. يمكن تفكر تتزوج علي؟ ايش الكلام الله يهديك يا اصيلة، ايش هذا الكلام اللي تقوليه؟ انا قلت يمكن، يمكن، خاصة بعد ما صابني مرض الدبوس اللي بعده يطعني. خالتي تو عمي مرهون باغي يتزوج عليش بعد هذه العشرة الطويلة؟ كنتوا خلاص
قائمة الانتظار. قائمة ايش ماذي؟ قائمة اللي يروح ما يرجع. فعل الله ولا فارش ان شاء الله. المهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صيب جبت الفلوس؟ إن شاء الله يا أمي الفلوس بتوصلك. متى بس يا نصيب؟ متى؟ الدبوس الدبوس يا حمدان الدبوس. وما هون؟ نعم. تشوف حال حالي حمدك؟ والله جاسم تعبى مساكينها الدبوسة، جاسم طعبها ليلية. ترى الدبوس مرتبط بالفلوس يا حمدان. كيف المحل؟ إن شاء الله أموره ماشية زين. المحل خسران يا أمي. يلا يلا الدبوس بيقتلني وفلوس الناس بتبهدلني. السلام عليكم. عليكم السلام. وين الأستاذة أصيلة؟ أشوف مكانها خالي. خالتي أصيلة ما مداومة اليوم، عندها إجازة. يعني متأكدة إنها اليوم ما بتجي؟ أيوة متأكدة. أجيب هذه فرصة عشان سنة أتكلم معاش. إيش؟ تكلم معي؟ هنا تكلم معاش. عمي مرهون، عمي حمدان، لحقوا علي عمي مرهون، عمي حمدان. ايش يا كامل ما يصرخ كذا بالك؟ ايش خالش هذا المخلوق؟ ايش خالش؟ يريد يتكلم معي. ها؟ والله ما قلت لها شيء، انا بس جاي اسالها عن الجمعيه، سالوها قبل ما تصدقوني. ايش خالك؟ قال انه يريد يتكلم معي. بس؟ بس. سمعتوا؟ انا ما قلت لها شيء، والحين اريد فلوسي، انا خلاص اريد انسحب من الجمعيه. جد ماله بنعرض موضوعك على اللجنة وراجعنا بعد سنة مثل هذا الوقت. ايش؟ بعد سنة؟ ايه زين بنشوف. سلم على ابوك. سلم على عمك بقى. بنشوف. ايش خالك؟ ايش خالك؟ ايش خالك؟ قال انه يريد يتكلم معي. عجب. سلمي على ابوش. كيف الدبوس بيقتلني وفلوس الناس بتبهدلني. معقولة هذا الدبوس كيف دخل في راسك؟ شفتي الحين صدقتي عاد انه في دبوس في راسي؟ صدقتي الحين عاد؟ شفتي؟ ايوه انا قلت ليش ما صدقتيني. يلا عاد الحين راويني شطارتش وطلعي الدبوس من راسي وخلصيني منه. ولا يهمك يا منصيب، بس انت غمضي عيونك لغاية ما اقولش فتحي. ايش بتسوي؟ اطلع الدبوس. علي ايش فيه؟ تراك بيت خوفني. انت دفعت فلوس الارض ولا بعدك؟ دفعت 1000 ريال مقدم والباقي عن نقل الملكية. الحمد لله، زين انك تكلمت في الوقت المناسب. الأرقام ممتحية من علامات الأرض. إيش شوف بعدك يا علي، ترى هي هذه الأرض اللي كلمتك عنها. أنت متأكد إن هي هذه الأرض اللي اشتريتها؟ طبعاً. وليش تريد تشككني في الموضوع؟ أريدك تتأكد أكثر يا منصور، هي هذه الأرض ولا أرض ثانية؟ أنا بعدني ما فاهم شيء، أرجوك فهمني. شوف الأرض اللي اشتريتها رقمها 422، ما صحيح؟ صح، وهي هذه اللي نحن واقفين عليها الحين. لا، هذه الأرض اللي نحن فيها الحين رقمها 165. ما معقولة، شايب مرهون هو بنفس اللي راواني هذه الأرض. إذا راواك أرض وبايعك أرض ثانية. بعدني أقول لك ما معقولة هذا الكلام يا علي. معقول ونص، أصحاب بعض المكاتب يسووها، ويمكن شايب مرهون صار عنده سوء فهم لأن رجال نزيه. مستحيل. إذا أرضي أنا وين تكون؟ تعال. يلا يلا يطعني يلا يا
تنتهي المسألة. انتهي شرا. بس انت لا تفتحي عيونش لأني أنا خايفة على نظرش. سكري سكري يا فتحينا صبري. يلا. لما يطلع الدبوش بعدين عاد. أي 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 أي. يلا يلا. صعب 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 صعب. دبوش والله صعب. يلا. يلا شوي شوي دكتورة شوي شوي. الحين عاد اما الدبوس عاد هاي شوفي كده الحين فتحي عيونك يا اصيله وشوفي الدبوس اللي كان ينطق عليك شوفي هاي ما دبوس مسمار نعم مسمار مال حطب لا اله الا الله ما ورى عليك والله جاي متنه لا اله الحمد لله رب العالمين خف الالم شويه مرهون خف ما بيخف اقول لك الحمد لله رب العالمين لا وان شاء الله بصير احسن ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله على سلامتك يا اصيله الحمد لله على السلامه الله يسلمك يا مرهون الله يسلمك الحين بس عاد خلص عاد طلعوا الدبوس الحين ما في شيء الحمد لله رب العالمين الحمد لله دبوس عاد نعم دبوس ما ورى عليها والله الحين دكتوره ممكن نسير البيت عاد نروح شي ممكن ممكن ها ممكن خربوا يلا 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 تحركي تحركي يلا الحمد لله على السلامه سلامات يا ربي هالدبوس اعوذ بالله منه خربوا يلا 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 لا تحركي يلا يلا جزاك الله خير شد الحيل شد الحيل يلا شوي 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 راحة عاد اليوم راحة ها خير مرهون ها مرهون نعم من خلى هذه القحلة فوق راسي ها قحلة اسميش انك ختمتيها زين يا اصيل هذه أرضك معقولة تكون هذه هي الأرض اللي اشتريتها؟ هذه الأرض رقمها 422 يعني هي هذه أرضك يلا يلا نروح من هنا خلينا نلحق على الشاي المرهون بسرعة أنا ما بقي معك علشان ما أخلق مشكلة بيني وبينه أخاف تصير بيننا حساسيات نحن أصحاب المكاتب العقارية المهم خلينا نروح من هنا أروح لبنفسي يلا نروح وبعدين يا دكتور نحن ما صدقنا خلصناها من سالفة الدبوس تقوم تطلع لنا بعد مسالفة الجحلة؟ يا أخ مرهون زوجتك تعاني من ظروف نفسية كبيرة وكل هذا عبارة عن مجموعة هموم اللي ما تفارق راسه زين والحين إيش العمل يا دكتورة؟ إيش العمل مع هالسالفة الجديدة هذه؟ سالفة الجحلة مثل سالفة الدبوس وعلاقهم واحد والنتيجة بتكون إيجابية بس الدبوس شيء والجحلة شيء ثاني؟ انت ما عليك الا انك تجيبها بعد يومين وانا بقوم بالباقي الله اخاف ان بعد الجحله بيكون المرجل يا دكتوره لو صار هذا الشيء بتكون زوجتك دخلت في مرحله الخطر بس مثل ما قلت لك جيبها بعد يومين زين عندي هي سايره رايحة المطبخ يمكن أقدر أنزل هذه الكحلة هناك أنتي بعد شو بيقول سالفة الكحلة؟ يعني إيش يعني؟ يعني أنتي ما تشوفي هذه الكحلة فوق راسي؟ ما أعرف ليش ما تريد تنزل من فوق راسي ما أعرف ليش إنزين عمتي وليش أنا ما أساعدش وأنزلها هذه الكحلة بفوق راسش؟ لا ما تقدري يا إنسانة هذه الكحلة ما تخوز بسهولة هذه لها طريقة علشان أنزلها فاهم أنتي؟ الله يجازي هذيك الدكتورة مالها؟ مالها؟ الله أكبر عليها الله أكبر عليها طلعت من راسي الدبوس وخذت لي هذه الجحلة فوق راسي يعني أنا ناقصة جحالة شل بعدي فوق راسي لكن ما أعرف إيش أسوي يا ربي ما أعرف انزين عمتي انتي ايش رايش انا انزلش الكحلة بفوق راسش بس انتي صبري شوية عاد لا لا يا انسانة اخاف تكسريلي راسي وتخلي الكحلة انا ما مخاسرة بعمري معاكي عمتي انا قلت بحاول بحاول ها اذا بتساعديني بصدق انا ما عندي مانع
أكيد يا عمي أكيد أساعدش وبصدق بعد. صبر علي. جلس. ما دام كذاك قبح شلي أجلس. وأنا أقول بعدها أحسن لشي جلسي. بسم الله والله أكبر. إيش؟ مثل ما قلت لك يا عم مرهون، الأرض اللي بايعتني إياها طلعت ما هي. صاحب الأرض هو بنفسه روى والدك الأرض اللي بايعتك إياها وقال لي هذه أرضي والد أبيعها. إذن هو ضحك عليك ورواك أرض ثانية علشان يخليك أنت في الصورة. أما الأرض الحقيقية اللي رقمها 422 موقعها ما زين أبدا. وإذا ما صدقني تعال بنفسك شوف على الطبيعة. إيش هالمصايب اللي تحل علينا وتجينا؟ إيش هالحالة؟ نصلحها من هني وتضيع علينا من الصوب الثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين الحين إيش مطلوب مني منصور؟ بصراحة أنا جاي أبغى البيعة واسترد المبلغ اللي دفعته، لأن الأرض ما تسوى لا من حيث السعر ولا من حيث الموقع. إي بس يا منصور يا ولدي، المبلغ مع صاحب الأرض أكيد هو صرفها وتصرف فيه لأنه محتاج. والحين إيش العمل؟ إيش يسوي؟ خلاص يا ولدي يا منصور ما يهمك، اعتبر هذا الموضوع موضوعي وأنا بتصرف فيه بنفسي، وفلوسك إن شاء الله بترجع لك. اعتبرني مرة كلامي ثقة. عجبنا أستاذنا عنك يا عم مرهون. مع السلامة يا ولدي، حياك الله. حياك الله معك. إيش الحال؟ معنى واحد نربح كمين بيسة ويطير منه؟ إيش المصايب هاي اللي تيتي؟ إيش المصايب؟ والله لا أقول. السلام عليكم. هلا خزهران، كيف حالك؟ مرهون معك، مرهون لو سمحت لو فضيت شوية ممكن تمر علي المكتب؟ لما ترضى مر علي بقى ضروري. هي ضروري. زين احسنت اخوي احسنت. يلا اوي الحق علينا يلا. ايش الحالة؟ مونها المصايب. ليلة لو باقي ليلة بعمري اخطب هالليلة وهذه ليلة عمر. يا حمدان راحت الشقاوة وجات السعادة. انا ارتاح بالي شوية الحمد لله رب العالمين. با؟ نعم. يا خالتي ثريا تزوجت عمي خليفة. زين وانت مو باغي تتزوج مرة غيرها وامو؟ مين يا رحوم؟ مين يا رحوم؟ يا كرهن حريم الحارة عاد تزوجن. مين يا عم يكون خالتي سعادة ام زهرو؟ فعل الله ولا فارش. تقدر بليتك والله انت مش حمى انت لحد. عجب انا هذا الشاب الأليق يتزوج سعادة؟ انت حتى ما تعرف تخمني انت تتهاجي بها. يعني انت باغي تتزوج؟ عم باغي اتزوج، واتزوج واحدة ما تخطر في بالش ابدا، لكن انا متأكد انك هتوافق عليها. نعم. وابوي ومن هي هذه؟ لا 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 لا، هذه عندنا نسويها مفاجئة ما نخبرش. هي مفاجئة لكن سمعي ايالي واياش ترفضي. سوي كما هم، لما يقولون لهم شيء يقولوا هي والله ان شاء الله. مفهوم؟ يعني انت رايي ما باغي النوامو؟ لا والله هذا رايش حالي حالش ما نستفيد منه احنا بشيء. با ها من هي هذه بو باغي انها تتزوجها؟ ها والله رضية العافية. من رضية؟ شيء من طبقة خليفة. ها ماشي بس لي. وانت ساير تخطبها؟ لا انا ما ساير اخطبها، انا بس يا بغى اسوي زياره عشان نحدد موعد وبس يعني. والله العظيم دق ممدح عيونها. اقول ما مشكوره على هذا المديح وبارك الله فيك واقبالك دق تعرفين ما لا.
نعم نعم نعم. لا 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 بخلص لك، ما يهمك انت، بس ترى الاوراق كلها معي، كروكي كل شيء معي. لا لا بمشيها، ما يهمك انت بمشيها. يلا زين، مع السلامة. مع السلامة. حمدان عم، انت جاي تريدنا نتصل بهالرضية ولا تريدنا نروح نخطب لك اياها على طول؟ لا لا ما هو بس جايين نتصل، نتصل بس. تتصل ها؟ اتصال 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 بس. جاي متلبس ومتعطر ومتبخر، احل يشوفك يقول لك عندك عرس اليوم، ما كانك جاي تتصل. خلني اعيش شبابي يا مرهون يا اخوي، خلني اعيش شبابي. نعم تراني انا دائما من هذه النواحي ذاك مثل اول، وانت تعرفني زين. بعدين يمكن الوضعيه تكون واقفه. تسمع واحنا نتكلم مع اخوانها حمود وراشد. يعني هي بتشم ريحه عطرك وبخورك من التليفون، ما كذا؟ ما تكبر المساله يا اخوي، انت لا تكبر المسألة. اول نتصل وبعدين الكلام، لا تضيع الوقت، يكفي الوقت اللي ضاع من عمري وشبابي يا مرهون، يكفي. نعم حمدان. اه انت يعني تريد تتزوج رضيع؟ يعني تتزوجها اذا شاء الله، اذا شاء الله. يلا الف مبروك يا اخوي، الف مبروك. الف مبروك لكم. الله يحفظك يا عبالك ان شاء الله. جوك انت معي. شوف مالك مرهون، خير ان شاء الله؟ الدبوس كان يطعني في راسي. خلي عنك المزاح يا مرهون يا اخوي، ما عندنا وقت اقول لك. قوم اتصل. مالك ذاك انت دبوس؟ دبوس مالموه. اتصل يعني؟ اتصل الشيمه، كان في الشيمه. ما تفكر شوية أخوي حمدان، ما تراجع نفسك. ما أظني، ما أظني أتراجعت. شد اللي فيه. الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ من معي؟ الأخ راشد ولا الأخ حمود؟ أنا راشد. أنا راشد، كيف حالك؟ عساك طيب؟ أنا عم مرهون. هو مرهون. نعم مرهون. خير الحمد لله، ما شاكين باس. الحمد لله. أنا وأخوي حمدان كنا ناويين نزوركم الليلة. ها؟ لا فيك الخير، فيك الخير، فيك الخير، جزاك الله خير. عجب خلاص، نخليها ثلاثة القادم يعني. هي ثلاثة الجاية إن شاء الله. يلا. سلم سلم سلم. أحسن سلم. ولو أن مشغولين أو نصير لهم ثلاثة الجاية. إيش مقولين؟ أنا مستعد للدو؟ ما يحتاج تقول لي يا ابوي يا اخوي يا حمدان، انا شايف بعيوني انك مستعد. يمكن يا مرهون يا اخوي يكون حظي زين هذه المره. اي نعم مرهون بقى، ترى هالدنيا حظوظ ما علي. الدنيا حظوظ. ايش تفكر يا نصيب في المستقبل اللي راح؟ المستقبل، المستقبل بعد لا زال في يدنا، بس لازم نفكر صح. ايش نسوي بس يا خليل؟ هو صار في يدنا شيء وترفعنا عنه، بس الخسارة هذه اللي صابتنا تراها ما شوية. وعلشان هذه الخسارة اللي تتكلم عنها لازم نسلم المحل لصاحبه، لأنه جالس يحسب علينا إيجار في الفاضي، ونحن ما ندخل شيء. ما عاد يدخل معانا زبون واحد، وهذا غير فواتير الكهرباء يا نصيب. طيب ايش تقترح يا خليل؟ نسلم المحل لاصحابه ونشوف شغله غيرها. تعرف يا خليل، صرنا مثل ابوي وعمي، ظل يدور من شغل لشغل، وبعدين استقروا في مكتب عقاري. ايش رايك نفتح مكتب عقاري؟ ترى هذه المكاتب تكسب زين ولا تخسر ابد يا نصيب. ها حتى الواحد ما محتاج مكتب، وواقدين واقدين مع معاهم مكتب ويشتغلوا في هذه الشغله يا نصيب. هذه الشغلة مربحة، مربحة يا نصيب. والله فكرة يا خليل، بس ترى الأول يبغانا دورة تدريبية.
في مكتب الشقيقان للخدمات العقارية. قصدك يعني مكتب أبوك وعمك؟ طبعاً، ونتعرف على الأخطاء اللي هم وقعوا فيها. وليش ما نشتغل معاهم ونساعدهم؟ نصيب هم لهم نسبتهم ونحن لنا نسبتنا. خليل، سكر المحل وتعال معي. على وين؟ على مكتب أبوي وعمي الشقيقان للخدمات العقارية. سمعوا يا أولادي، الأمانة ضرورية قبل كل شيء في أي عمل. وبعدين يا أولادي، ترى هذا العمل في العقار هذا شيء مغري، وأحيانا يتطلب من الإنسان أنه يكذب وينصب ويضحك على الناس. لكن ما كل الناس، هذه الناس أصحاب النفوس الضعيفة. صحيح يا عمي، صحيح. بس يعني يا عمي ويا أبوي، أنا وصديقي خليل جيناكم اليوم عشان احنا نتعلم منكم كل شيء. أخلاقنا هي أخلاقكم، من هذه الناحية اطمنوا، لا تخافوا علينا. بس ترى يعني كما يقول صاحب المثل، يعني احنا ترى خبرتنا في هذا المجال بسيطة يعني، واحنا اليوم جايين نتدرب عندكم ونساعدكم ونكون شركاء في المكتب. بس الشيء اللي ما تعرفونه ان نحن بعد خسرانين مثلكم. يعني من يوم ما فتحنا هذا المكتب ما استفدنا شيء غير الخبرة هذا اللي تتكلموا عنه انتم. هذه فرصة نكون يد بيد ونشتغل مع بعض يا عمي. في هذه الحالة احنا اللي محتاجين لكم اكثر يا خليل، ما انتم اللي محتاجين لنا. كيف يا عمي؟ يعني أصيلة محتاجة ان نحن نوقف معها. احنا ممكن انا وخليل ندير الجمعية ونريحهم نصيب، نخليها هي ترتاح. يا ريت يا ولدي، يا ريت. اذا بيكون عملنا القادم باذن الله يا عمي في المكتب والجمعية ان شاء الله. لكن يا ولدي، هذين العملين محتاجين للصدق والأمانة والنزاهة، ويعني تحملوا ظروف الناس. نعم نعم، واصلة رسالتك يا عمي، واصلة. والنعم بكم. نستأذن نحن. تفضل. مشكورين. أحسنت. مع السلامة. مع السلامة. سمية كنا كتبتها يا ليه محاضرة أخرى. ختمتها زين الحمد لله. هاي تعالوا بس تعالوا. ايش هذه الحالة اللي انا فيها؟ ايش هذه الحالة اللي انا فيها؟ بيض بيض، هذه اخرتها، بيض على الغداء. يا الله، شوي وكان يحرقني الزيت. هذه حالة، هذه حالة. انا لا يمكن اعيش لوحدي. هذه حالة أعيش فيها. أنا لازم أتزوج، لازم أتزوج. وحليلي، لو متمني لنفسي مليون ريال ما كان أحسن لي؟ رحمة غداك خلو. مشكورة يا رحمة، ما كان لداعي. وبعدين خلاص أنا بديت أتعود على الوحدة، ومسألة الأكل هذه أعرف كيف أتصرف فيها. لا لا عاد أنا ما يهجيني، ما جبت لك غدا خلو. صدقني
أنا أخاف عليك. خذ خليه خذ. مشكورة مشكورة يا رحمة، ما قصرتي. تعرف خلو، أنا نفسي له أكون عندك في البيت علشان أطبخ لك وأنظف لك بيتك وغسل لك ملابسك يوم تجي من الشغل، شوف كل شيء جاهز. رحمة أنا أنت إيش خلو تخافي؟ أنا أعتبرك مثل أختي. إيش أختك؟ إيه نعم يا رحمة، إحنا تربينا في حارة واحدة من زمان، وإنت ما عندك أخ وأنا ما عندي أخت، يعني إحنا الاثنين أخوان يا رحمة. أحسنت يا خليل أحسنت، الله يدوم المعروف. عمي انت ليش تتهرب مني؟ اذا كنت زعلان لاني ما لبيت طلبك ورفضت اراقب خالتي ثريا، فانا قلت لك بصراحه رايي يا عمي. ارجوك لا تزعل مني، وبعدين هالموضوع انا نسيته وما خبرت حد، لاني ما احب اسبب لك اي احراج قدام اي انسان، لا امي ولا زوجي ولا حتى خالتي ثريا. انك مثل ابوي، ما حد يحب يسبب احراج لابوه. اصيله يا بنتي اصيله يا زهره، انا ما زعلان منك بس انا مستحي من نفسي شويه. لا يمكنني ازعل عليك، لانك كل ما يجي يوم تكبر في عيني. خلاص اذا مثل ما تقول انك ما زعلان مني، قول لي وش اطبخ هالغدا؟ اللي يجي منك زين، بس عاد الله يسلمش. لا تكثري، ترى الإسراف ما زين، ولا تفهميني غلط. أنا عمري ما قيمة فهمك غلط. حي أبوه حي أبوه، تعجبني البنت اللي مثلش. إلين متى بنت مع هالحالة؟ ونحن بعدنا في شهر العسل؟ عسل؟ اسمعني يا خليفة، لا تحسب أنا لما تزوجتك إني أنا ميتة فيك ولا قاتلة عمري علشانك. أنا ما طايقتنك ما طايقتنك البر، وإنت هذا الشيء تعرفه زين، بس إنت عرفت كيف تورطني أنا وولدي بديون ما قادرين ندفعها لك. لحد اليوم أنا مسويت لك احترام، يا إنك تخليني أروح أشوف ولدي وأشوف طلباته، يا إنك تضرب راسك بقدار وأسوي اللي أنا باغي أسوي. سمعيني زين يا ثريو، إذا خرجتي من بيتي شبر واحد والله لا أخلي سيرتش على كل لسان. وإنتي في هذا العمر، ولا خلينا نتعامل بالزين أحسن، وعنتو بتخرجي عن طوعها. لما تمنعني اني اشوف ولدي مالك عندي لا طوع ولا احترام. انا عارفة يا خليفة انت باغي تنتقم مني، لكن سوي اللي انت تريد تسويه، انا بصراحة مو خايفة من شيء. وانت بعد لا تحسبي حضرتك اني لما انا عطيتش التنازل قلتي خلاص، لا انت بعدش حرمتي وعلى ذمتي، انا ممكن اخليش معلقة بين السماء والارض، ممكن اتزوج عليش واجيبها هني واسكنها قدام عيونش واخليها مسمار على قلبش. خليفة طلقني طلقني، يعني طلقني. اطلقش عشان تصير حال حمدانو؟
ما اسمح لك تهيني وتذلني، سمعتني؟ طلقني. وانا قلت لا، الا اذا دفعتي لي 5 أضعاف المهر اللي دفعته حالش، ساعتها كلمتين وبسمعش اياهن. ما مستبعد واحد مثلك يقول هذا الكلام. اسمعني يا خليفة، ترى بالنهاية انت الخسران. لا تخوفيني بالخسارة، يكفيني واحدة طلعت عني وخسرتني تقومي تطلعي لي انتي. الخسارة انا ما ادانيها، اكرهها، تسوي لي حمة، تجيلي سكتة قلبية واموت. متى؟ ها؟